إذن العلم كان معدوما والآن صار ماذا؟ صار موجودا. من أوجده؟ ما هي العلة في وجوده؟ العلة الإلهية مو العلة الطبيعية. من أوجده؟ هنا توجد نظرية حق ذهنكم جيدا. النظرية الأولى تقول الذي أوجده هو الفاعل الإلهي. حتى هذا الفاعل الإلهي هو الله أو العقل الفعال عند المشائين، هذا مو بحثنا. المهم في النتيجة ننتهي أن هذا العلم أوجده موجود ما وراء المادة، مو أوجدته ماذا؟ المادة. هاي نظرية. النظرية الثانية تقول بأن الموجد لهذا العلم هو ماذا؟ هذا الأمر المادي. يعني أنا كنت قبل أن أنظر إلى هذا الكتاب كنت جاهلا به، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد عندي العلم، وبعد أن نظرت إليه صرت ماذا؟ عالما به. يعني ماذا؟ يعني وجد العلم. هذا وجد العلم علته ما هو؟ تقولون علته هذا الوجود المادي، فهذا معلول. وعلته من؟ هذا الوجود. من هنا إذا تغير هذا المعلول يبقى ثابت لو يتغير، ها؟ إذا تغيرت العلة المعلول يبقى لو يتغير؟ يتغير. وهذه هي نظرية الماديين. الماديين قالوا بأن هذه الصورة الحاصلة عند الإنسان وهي العلم معلولة لأي شيء؟ معلولة للواقع المادي، والواقع المادي ثابت لو متغير، فالعلة فالمعلول يكون ماذا؟ متغيرا. واضح؟ دليل ثاني عندهم على انه يتغير العلم. اما النظريه الالهيه والنظريه الفلسفيه ماذا تقول؟ تقول لا، الذي هو عله هذا العلم ليس هذا الوجود المادي. لماذا؟ يقول لانه نحن نجد بالوجدان ان هذه العله تعدم والمعلول ماذا؟ باطل على حاله. فلو كانت هي العلة كان ينبغي عندما تعدم العلة يعدم ماذا؟ المعلول أيضا. وأنت بالوجدان تجد أن العلة تعدم لأنها في زمان ومكان معين، ومع ذلك المعلول ما هو؟ باطل على حاله. إذن علته هذا الوجود المادي لو علته شيء آخر؟ شيء آخر. إذن إلى هنا اتفقنا معكم بأن علة هذه الصور العلمية ليس هو وجود المادة، وإنما وجود ما وراء المادة. لماذا نقول ما وراء المادة؟ لأن كل ما في عالم المادة فهو متغير زائل والعلم ثابت. إذن كل ما في عالم المادة لا يمكن أن يكون علة للعلم. واضح هذا المطلوب؟ الآن يأتي هذا السؤال الثاني، وهو لكي يفيض ذاك الفاعل الإلهي العلم علي، لكي يعطيني، تحتاج إلى مقدمة أو لا تحتاج إلى مقدمة؟ تحتاج أو لا تحتاج؟ فإن قلنا لا تحتاج، طب لماذا يعطيني في آن ولا يعطيني في آن آخر؟ وإن قلنا يحتاج ثبت المطلوب. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل في نظام التكوين أنه لا يفيض علي العلم بأليف إلا إذا وقعت الباطرة علي. في نظام التكوين هكذا جاء، معنى كان بإمكانه أن يعطيني علما ماذا؟ بأليف من غير وقوع النظر على الشيء الخارج. الله سبحانه وتعالى يفيض الوجود على هذا الزرع فيكون شجرا، ولكن متى يفيض الوجود على هذه البذرة لتكون شجرا؟ متى؟ حتى لو كانت البذرة في الصندوق وفي المخزن الله يفيض عليها وجود الشجرة أو يشترط الشروط، وهو أنه إذا أخذت البذرة من مكانها ووضعتها في التراب الصالح والشرائط الصالحة وأعطيتها الماء الكافي والنور الكافي
وأعطيتها المواد الكافية وعندها أفيض ماذا؟ تفيض عليها وجود الشجرة. إذن المعطي للوجود الفلاح، والمعطي للوجود الله، الله معطي الوجود، ولكن يعطي هذا الوجود مطلقا أو مع مقدمات. الآن نسأل هذا السؤال، الله يفيض العلم علي بلا مقدمات أو مع المقدمات؟ إذا قلت يفيض العلم علي بلا مقدمات فقد يعطي لزيد ويحرم عمرو، لماذا؟ جزء. أما إذا ربطتها بالمقدمات، المقدمات بيد من؟ بيد المكلف. وهنا يظهر اختيار الإنسان، تعب الإنسان، نصب الإنسان، فكر الإنسان، جهد الإنسان، انتخاب الإنسان، ويثاب على هذه المقدمات. وإلا العلم فهو مفاض ممن؟ فهو مفاض منه سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تجد في قضية الزرع، أنا ضربت مثال الزرع باعتبار القضية قضية قرآنية، مسألة قرآنية. القرآن صريح في سورة البقرة، في سورة الواقعة يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بعد ما هي وظيفة الفلاح؟ يقول لا، وظيفة الفلاح تهيئة المقدمات، وإلا إفاضة هذا الوجود على هذه الشجرات فهو من وظيفة من؟ وظيفتنا نحن. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم تتصورون أنت الخالق لهذا الجنين في بطن المرأة؟ لا 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 أبدا، نحن خلقناه، ولكن نحتاج إلى مقدمات أو لا يحتاج إلى مقدمات؟ بل يحتاج. ما هي المقدمات؟ أفرأيتم ما تمنون؟ نعم، إذا وضعت هذا الماء هنا أنا أفيض عليه الوجود، إذا وضعته في مكان آخر لا أفيض عليه الوجود. أنا في نظام التكوين أكثر.